أرض الثروات الكبيرة والفرص المهدرة، قدرات بشرية واقتصادية هائلة المستغل منها يكاد لا يذكر. الإرادة الشعبية فارضت التغيير السلمي 3 مرات بظرف 60 سنة فقط، مستلهمة تاريخ الكنداكات، وهن الملكات المحاربات في مملكة كوش أو النوبة أو تأسيتي، وتعني أرض النبال. موقع جيوسياسي يجعل السودان قبلة للمصالح العالمية كلها، مزيج عرقي وديني وثقافي وفني فريد لم تحسن الحكومات المتعاقبة إدارته على النحو الذي يجعل البلاد مثالاً في التنوع والتعدد. الاستقلال الأول مهرته دماء السودانيين الذين انتصروا على الاستعمار البريطاني في يناير 1885، ليتكرر النصر على الدكتاتورية الثانية بعد 100 عام تقريباً. شعارات ترددها القلوب، والتكرار التاريخي يبدو لازمة سودانية، ففي 6 أبريل تكرر مشهد الثورة في 2019 بعد الإطاحة بالجنرال نيميري في 1985. السودان الذي نزف حروبا أهلية منذ عام 1953 أفضت في النهاية لتقسيمه لبلدين، وذاق شعبه مرارات سوء الإدارة والفساد وغياب دولة القانون، يستشرف عهداً جديداً ويصدر للعالم مشهداً ملؤه الأمل. شباب ثوريون ونساء صرن أيقونات في طول العالم وعرضه، عازمون على رفعة بلادهم بالعلم والعمل والحكمة كما يقولون. إنه سودان الثنائيات التاريخية، سياسياً وثقافياً وعرقياً وحتى رياضياً، بين هلاله ومريخه، الذي يمكن أن يعبر الآن عنق الزجاجة إلى رحابة التنمية والسلام والفرص العظيمة، لو تدبر السودانيون ملياً ما أقعد بلادهم عقوداً عدة، ولو جعلوا دروس التاريخ المرة جسراً إلى مستقبل مغاير.